عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق اتكلمنا يا جماعة عن الفرشة دي، شرحنا ازاي ممكن تعمل بيها ديكور حلو. النهاردة هكلمكم عن الفرشة دي. الفرشة دي هتعمل بيها اسهل وردة ممكن تتخيلها، وبطريقة سهلة بسيطة. معانا الارضية زي ما حضراتكم شايفين لونها كافيه غامق، فاحنا هنعمل فيها شوية ورد كده حلوين بالفرشة دي، ولكن ورد حاد. الطريقة دي تمام. كم مرة متفرقين في المكان، وعشان يعني يكون المنظر بتاعهم حلو هنرسمهم بتنسيق. تمام، هنبدأ في البداية كده، هنعمل الحركة اللي انتم شايفينها دي. تمام، بعد كده هنبدأ احنا طبعا المفروض كنا عملنا الاولاني دي الاول، بس معلش. بعد كده يا جماعه، بعد ما عملنا بجر بالورده اللي احنا هنرسمها، نبدا ناخد بعد الورد كده الورقة. لو ما عجبتنيش يا جماعة مش مشكلة، يعني أنا أزهق عليها، مش أي مشكلة عندي. شكلي كده يا جماعه، حصلنا على ورده سهله. تمام، هو الحكايه ان انت هتعمل ورده سهله، حتى لو ما رسمتش قبل كده ممكن ترسم الورده دي، يعني ما فيش عندك اي مشكله. هناخد واحده ثانيه هنا كده مثلا بالشكل ده. تمام، اهم حاجه يا جماعه ان انت اللونين بتوعك هيكونوا كده، وهتاخد منهم وهترسم. فرشة صغيرة. تمام، هناخد بعض اللون الأسود من نفس الخامة اللي شغالين بيها، ونبدأ نرسم بعض الأفراع الصغيرة.